تقنية حديثة لتصوير جسم الإنسان وأعضائه الداخلية ربما تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض والأورام، لكنها تقنية ليست كغيرها. فقد طور الباحثون تقنية لتصوير الجسم باستخدام أشعة الليزر، تقنية قد تدخل غرف العمليات وتكشف الأورام العميقة داخل الأنسجة ثم تعرضها للطبيب في نموذج ثلاثي الأبعاد وعالي الوضوح ويمكن التحكم فيه. الذي يمكن أن تقدمه هذه التقنية هو تشريح المريض بشكل افتراضي ومعرفة ما يدور في جسمه، وهذا يعطينا فهما حقيقيا عن حالته الصحية ومدى تطورها ومعرفة كيفية التعامل معها. ومن خلال تقنية الهولوغرام أو التصوير ثلاثي الأبعاد لأعضاء الجسم كالقلب مثلاً، يستطيع الأطباء الدخول إلى أدق الأوعية والشرايين ومعرفة ما يعيق تدفق الدم فيها، ويقول الخبراء إن لها فائدة ممتازة في تدريب الأطباء على العلم التشريحي. بعكس طرق التصوير الأخرى ثلاثية الأبعاد التي تتطلب ارتداء النظارة، فإن هذه التقنية تقوم على تركيز الضوء بفضاء مستقل وتسليط الليزر من خلال تركيز نقاط من الأشعة وإعادة تجميعها لتشكيل الأعضاء افتراضياً. تقنية الهولوغرام ذات النماذج ثلاثية الأبعاد والمجسمات استخدمت في أفلام سينمائية عديدة، لكن من خلال تطبيقها في المجال الطبي تستطيع أن تنقل صورة مجسمة لما يحدث داخل جسم الإنسان لمراقبة كل مؤشراته وإيجاد ما يناسبه من علاج لتفادي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها المريض في العمليات الجراحية.